تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تعزيه ومواساه من اخيه فخامه الرئيس محمود عباس رئيس دوله فلسطين الشقيقه وذلك بوفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء رحمه الله وعبر فخامة الرئيس الفلسطيني في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته لجلالة الملك المفدى داعيا الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته